انا بحس ان مفيش مني اتنين، جامد قوي، احسن واحد في كل حاجه. حاسس ان المفروض كل الناس تبقى انا، لدرجه اني برتاح لي قوي يا دكتور، وحاسس اني بكذب قوي. انا بقابل مشاكل كتير قوي يا دكتور، نفسيه وعاطفيه وعلى مستوى الشغل. انا معصور في دكتور يا دكتور. يا استاذ ليمون كمل، يا استاذ ليمون كمل. انا سامعك كويس. سامعك يا دكتور. انا بتكلم بقالي ساعه وتلت، انت ما قلتش كلمه لحد دلوقتي. يا استاذ ليمون انا مش هنا عشان اتكلم، انما انا هنا عشان اسمعك وانت بتتكلم. انت بتنام يا دكتور؟ والله 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 يا استاذ ليمون، الصناعيه هدد طول الليل فوق دماغي بسبب هدهد منه لله. هدهد هو اللي عامل فيا كده. انا سمعتك يا استاذ ليمون، سمعت كل كلمه انت قلتها، وعايز اطمنك ان كل مشكله ليها حل، وانا مش موجود هنا علشان الاقي الحل، انما موجود هنا عشان اساعدك تلاقي الحل بايدك. الله يا دكتور. ايه يا دكتور الحلاوه دي يا دكتور؟ ايه ده، انت قلت جلاء. انا ارتحت جدا على فكره يا دكتور، انا تمام دلوقتي. انا اي نعم حاسس ان الكلام ده قريته قبل كده على دار كتاب عربي، بس هو تمام. انا لقيت الكارت بتاعك ده وقع لي من السما يا دكتور. بجد استاذ ليمون انت ما عندكش مشكله نفسيه، انت موهوم، موهوم ومحتاج الحقيقه حد يفوقك. يا دكتور انت اللي على فكره محتاج حد يفوقك يا دكتور. فوق بقى يا دكتور. بالنسبه لمشكلتك العمليه هتتحل، بدل بتشتغل هتوصل في يوم من الايام، انما بالنسبه للجانب العاطفي فانت محتاج شويه بنزين عشان توصل. فولني فولني يا دكتور. افولك يا استاذ ليمون؟ هو كده الدكتور النفسي لازم يقول استعارات مكنيه، تشبيهات بليغه، علشان تحس ان هو كلامه كله عمق كده وتصدقه. بالنسبه للبنزين اللي هيشعل النار الحب بينك وبينها، انا هقول لك على الحاجه اللي تخطف بيها قلب البنت. طب ممكن ثانيه واحده اكتب وراك؟ بس اصل الحاجات دي بتتنسي. مش محتاجه تكتب يا استاذ ليمون. على رايك ده انت الدكتور ما بتكتبش. مش محتاجه، الموضوع بسيط. التجاهل التام، حط لي 82 خط تحت التجاهل التام دي. من السبعينات وسعاد حسني بيتغني لحسين فهمي يا واد يا تقيل، واحنا ما كناش مستوعبين يا استاذ ليمون. أنا عايزك تبقى معدية؟ لا لا. إيه ده يا أستاذ ليمون؟ أنا قلت أمشي معاك الكلام يا دكتور. ركز معايا يا أستاذ ليمون. اتفضل. تبقى أنت عايز تقول حاجة؟ بس ماسك نفسي والله. لا طب نركز. طيب عشان أعرف أساعدك. اتفضل. عايزة تبقى مرة من جنبك؟ ها؟ ثبت صنم. هتموت وتبص لها؟ لا. ثبت صنم، تفضل واقف كده. فاكر ثبت صنم بتاعت زمان؟ ده انا كنت باكل علق يا دكتور وانا صغير في ثبت صنم دي. ما انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان ما اكلش العلق دي. عشان ما تاكلش العلق. انا عايزك اللي بره، اللي بيضرب ويرجع تاني من غير ما حد ياخد باله. اوعى تعمل لها لايكات، اوعى تكتب كومنتات، اوعى ترد على رسائلها يا استاذ ليمون. لا رسائل يا دكتور، ده الرسائل دي مرحله متطوره جدا. ده انا بعت لها طلب اضافه 3 مرات ورفضتني على الفيسبوك. مبدئيا كده يا استاذ ليمون انت هتغير الفيسبوك بتاعك ده، تخليه بالانجلش. طلب إضافة بقى وتعليقات ومنشورات، الكلام ده في ثورة 19، إحنا في سنة 2019 يا أستاذ ليمون. يعني أنا لما أحول الفيسبوك بتاعي إنجلش هتحبني؟ لا ده الموضوع ده ليك أنت، حاجة بره الموضوع. آه حاجة حياتية يعني يا دكتور. بالظبط. حاجة ليا أنا بره في حياتي. أيوه. أنت بتقول لي حاجات في حياتي، قول يا دكتور لو سمعت حاجات في الموضوع يا دكتور. يا ابني ما هو ده صلب الموضوع. طب أنا عرفت، أنا كده ممكن أدخل على الإعدادات وأحول الحساب بتاعي للغة الإنجليزية. ما اسمهوش حساب. اسمه اكاونت، ما اسمهاش اعدادات، اسمها سيتنجز. الله مزيكا. وانا عند دكتور نفساني ولا انا في البريتش كونسل ولا انا فين؟ خلاص يا دكتور حاضر عينيا يا دكتور، بس انا هتجاهلها دلوقتي. افرض بقى جت كلمتني اتجاهلها برضو؟ انت مش بس هتتجاهلها، انت هتهنها. اهنها؟ هتقل منها. ده انا هقل. طب افرض قلت منها يا دكتور، ضربتني او يعني تجاهلتني او رفضتني، يبقى مالكوش نصيب في بعض. انما انت عملت ايه؟